دول جوار السودان تجتمع في تشاد، ووزير خارجية مصر لا يرى ملامح لعملية سياسية جديدة ويطالب بإجراءات فورية. انقسام أفريقي بشأن النيجر، ووفد رسمي من مالي وبوركينا فاسو يتوجه إلى نيامي تضامنا. الأسطول الخامس الأمريكي يعلن عن وصول أكثر من 3000 جندي وصلوا الشرق الأوسط ضمن خطة البنتاغون. بعد الإقرار المبدئي لمجلس الدولة، برلمان ليبيا يبحث قوانين الانتخابات ومخرجات لجنة 6+6 قبل إقرارها. الحرس التونسي يكشف عن مجموعة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير النظامية. مشاهدينا إلى هذه الساعة الإخبارية من الحدث. أفاد مراسل الحدث بتجدد الاشتباكات في منطقة المربعات القريبة من سلاح المهندسين في أم درمان، كما شن الجيش السوداني قصفا مدفعيا على مناطق وأحياء متفرقة تتواجد فيها قوات الدعم السريع جنوب العاصمة الخرطوم. وتواصلت الاشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف المدفعية تجاه التمركزات العسكرية في المنطقة وفق شهود عيان من سكان المنطقة. مجوبة جويا، فقد واصل طيران الجيش التحليق بالتزامن مع إطلاق كثيف للنيران من المضادات الجوية التابعة للدعم السريع. تنطلق اليوم اجتماعات وزراء خارجية دول جوار السودان في تشاد لبحث آليات وقف الحرب وإحلال السلام. وأكدت الخارجية التشادية أن المهمة الرئيسية للاجتماع هي اقتراح سبل الخروج من الأزمة السودانية وبحث الاستجابة الإنسانية العاجلة لتداعيات الأزمة. وبحسب مصادر الحدث، فقد وصل وزراء خارجية مصر وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى إلى العاصمة إنجمينة، وكذلك ممثل وزير الخارجية الليبي ونائب الأمين العام للجامعة العربية. ومن المتوقع أيضا أن يشارك ممثلون عن إثيوبيا والإيجاد والولايات المتحدة في الاجتماع الوزاري المقرر اليوم. تأتي هذه القمة بعد نحو 3 أسابيع من عقد قمة مماثلة في القاهرة شارك فيها قادة 7 دول أفريقية، هي مصر وليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا. أقرت حينها آلية اتصال يقودها وزراء خارجية الدول المشاركة، وتبحث الآلية الإجراءات التنفيذية المطلوبة لمعالجة تداعيات الأزمة السودانية على مستقبل واستقرار السودان. قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه لا توجد أي ملامح لعملية سياسية جديدة في السودان. وأضاف شكري في كلمة خلال الاجتماع أن ضبابية تامة تحيط في مسار العملية السياسية في السودان. ودعا شكري إلى تقديم مقترحات بإجراءات فورية من دول الجوار للاستجابة للأزمة. وحث الوزير المصري السودانيين للتحلي بالمسؤولية والتكاتف مع دول الجوار لتعود الحياة إلى طبيعتها في السودان. اسمحوا لي معالي الوزراء أن أذكر نفسي وإياكم بأن قادتنا يتوقعون منا حلولا ومقترحات عملية وقابلة للتنفيذ. يتوقعون أن نتحدث جميعا بصوت واحد لتحقيق هدف واحد، وأن تتضافر وتتناغم جهودنا في سبيل تحقيق هذا الهدف، إلا وهو إقناع طرفي النزاع بضرورة الوقف الفوري للاقتتال لإنقاذ ما تبقى من مقدرات السودان وشعبه العظيم. وأؤكد هنا على كلمة إقناع، لأننا لسنا هنا لفرض حلول أو أوضاع على أي طرف. السادة الوزراء، الحضور الكريم، يتوقع قادتنا أيضا مقترحات بإجراءات فورية من جانب دول الجوار للاستجابة للأزمة الإنسانية الطاحنة في السودان. إلى ذلك، كشف نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار عن خارطة طريق مقترحة للحكومة لإنهاء الحرب،
وبحسب عقار تبدأ الخارطة بالفصل بين الدعم السريع والجيش وتنتهي بعملية سياسية. وقال عقار إن الخارطة تشمل أيضا تعجيل إيصال العون الإنساني وضمان سلامة المواطنين، ومن ثم تحقيق عملية سياسية ترتكز على تأسيس الدولة وليس اقتسام السلطة. وأكد عقار أنه ينبغي تجنب تعدد المبادرات في السودان، معتبرا أن تعددها يعتبر خطرا ويضر بجهود السلام ويطيل أمد الحرب. ودعا عقار لأهمية الالتفاف حول الجيش السوداني، مشيرا إلى أن موقف الحياد لن يخدم أجندة السودان. وفي اتصال مع الحدث، قال اللواء أمين إسماعيل مجذوب الخبير الأمني والاستراتيجي بمركز الدراسات الدولية، قال إن خارطة الطريق التي تحدث عنها مالك عقار والتي تتحدث عن الفصل بين الدعم السريع والجيش تعني أن يعود الدعم إلى المعسكرات وأن يخرج من المناطق السكنية والمشافي، كما أشار إلى وجود مقترح مطروح بتحول الدعم إلى حزب مشارك في العملية السياسية على غرار حزب الله في لبنان. المناطق هي الآن كلها يعني 90% مناطق سكنية ومستشفيات ومناطق خدمات. أما المناطق التي كان يحرسها من قبل كحراسة مثل الإذاعة والتلفزيون والقصر الرئاسي، فهي مناطق أصلا سياسية ولا بد أن يخرج منها حتى تعود الحياة السياسية لدورتها. التجميع في المعسكرات، هنالك مقترح بثلاثة معسكرات داخل الخرطوم ومقترح بإجلائهم إلى ولايات خارج الخرطوم. المقترح الأول هو أن يتم دمجهم وابتعادهم عن العملية السياسية، وهذه نقطة خلاف. الجيش يعمل على أن لا يكون لهم وجود سياسي. نقطة أخرى اقترحتها القوى السياسية أن يكون لهم دور سياسي مستقبلي، تكرار لتجربة حزب الله، أن يكونوا قوة عسكرية مدمجة ولكن لديهم تمثيل سياسي، أو تكوين حزب سياسي باسم الدعم الوطني، وهذا مقترح قديم، أن يتم التمثيل السياسي من خلال هذا الحزب السياسي. من واشنطن تنضم إلينا الصحفية السودانية فاطمة غزالي. أهلا ومرحبا بك معنا سيدة فاطمة. ربما استمعت وإيانا إلى هذه الأخبار وهذه التصريحات والمقترحات والخطط أيضا بما يخص تحديدا الآن الفصل بين قوات الدعم السريع والجيش، ومن ثم الذهاب إلى الحديث عن عملية سياسية. هل من الممكن فعليا اقتراح مثل هذه الحلول الآن، وما آلية تطبيقها في ظل التصعيد الذي ربما تشهده الساحات في السودان؟ سيدة فاطمة، فقدنا الاتصال مع السيدة فاطمة، ربما لا تستطيع سماعنا. على ما يبدو بأننا فقدنا الاتصال، ربما نعاود الاتصال معها في سياق هذه النشرة. تحدث رئيس اللجنة الإعلامية للقوة المشتركة للحركات المسلحة في دارفور الرائد أحمد حسين مصطفى، تحدث عن خطة لزيادة عديد القوة المشتركة وتمكينها من الانتشار في كل ولايات الإقليم لحماية المدنيين. وأوضح المصدر ذاته في حديث لسودان تريبيون أن من أهداف الخطة أن يتم تأمين وحماية الموسم الزراعي من أي انتهاكات ترتكبها مجموعات مسلحة. وكانت الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا قد أعلنت منذ بدء الصراع في أبريل الماضي مسار دارفور، أعلنت وقوفها على الحياد في الصراع وأنها ستكتفي بحماية المدنيين في الإقليم دون الانحياز لأي من طرفي القتال. وبالفعل شكلت الحركات المسلحة قوة مسلحة مشتركة تولت مسؤولية تأمين مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية للإقليم.
أعلن الجيش المالي عن إرسال وفد رسمي من مالي وبوركينا فاسو إلى نيامي تضامنا مع النيجر، هذا ومع تردد الأنباء عن تدخل عسكري محتمل من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أكواس للإطاحة بالمجلس العسكري الجديد في النيجر. أعلن المجلس إغلاق المجال الجوي اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر، فيما أفاد مراسل الحدث بنشر تعزيزات عسكرية في مختلف أنحاء العاصمة نيامي. وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن شباباً في العاصمة شكلوا تعزيزات أمنية أهلية، وبحسب الوكالة فإن الشباب أقاموا نقاط تفتيش مرورية في العديد من تقاطعات الشوارع وشوهدوا وهم يفتشون المركبات. وكان الشباب الذين ينتمون إلى لجان دعم قد شاركوا في مظاهرات لدعم الحكام العسكريين الجدد في النيجر. في مواجهة تهديد التدخل الذي أصبح أكثر وضوحا من خلال الاستعدادات من دولة مجاورة، تم إغلاق المجال الجوي للنيجر اعتبارا من اليوم حتى إشعار آخر، وأي محاولة لانتهاك المجال الجوي الوطني ستقابل برد نشط وفوري. قادة الانقلاب العسكري في النيجر يعلنون إغلاق المجال الجوي حتى إشعار آخر، وتحويل مسار الرحلات الجوية بحجة المخاوف من تدخل عسكري محتمل ربما تشنه دول مجاورة. ومع هذا الإغلاق يتساءل البعض عن أهمية نيامي لمسارات الطيران. يوسع إغلاق المجال الجوي للنيجر بشكل كبير المنطقة التي لا تستطيع معظم الرحلات الجوية التجارية بين أوروبا وجنوب أفريقيا التحليق فوقها، ما يعني يجب أن تأخذ تلك الرحلات بالفعل منعطفاً من نوع ما حول ليبيا والسودان، لكن السودان هي الأخرى دخل فيها حظر الرحلات الجوية حيز التنفيذ في أواخر يوليو بسبب الاقتتال في البلاد. أما ليبيا فهي أصلاً تواجه حظراً جوياً من دول أوروبية متعددة بينها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكذلك الولايات المتحدة وكندا. ومع حظر المجال الجوي للنيجر يؤكد خبراء في هيئات طيران دولية أن شركات الطيران التي تسافر بين أوروبا وجنوب أفريقيا ستحتاج إلى إعادة توجيه وإضافة أكثر من 1000 كيلومتر إلى رحلاتها، ما يعني زيادة كمية الوقود وبالتالي رفع أسعار الرحلات. جاسم محسن، الحدث. وبالعودة لخارطة الطريق التي طرحها المجلس السيادي لإنهاء الحرب من واشنطن، تنضم إلينا الصحفية السودانية فاطمة غزالي. أهلا ومرحبا بك معنا من جديد سيدة فاطمة، لا أدري إذا كنت تسمعين الآن. نعم أسمعك، شكرا جزيلا. أهلا بك سيدة فاطمة. كنت سألت قبل قليل عن مقترح فصل ما بين قوات الدعم السريع كخارطة الطريق طبعا وقوات الجيش، ومن ثم الذهاب للحديث في عملية سياسية. كيف من الممكن أن يكون هذا الفصل؟ ما آليته في ظل الصراع الذي ما يزال على أشده في السودان؟ أعتقد طبعا هذا الحديث مجرد يعني تغيير للألفاظ، يعني هو ذات الطرح الذي تم طرحه في جدة، يعني وفقا لجهود المبادرة السعودية الأمريكية، هو فصل الخروج هذه القوات الدعم السريع
من الأحياء وأن تكون موجودة في معسكرات، يعني ليس هنالك جديد، وخاصة يعني ليس هنالك تفاصيل عن الآلية وكيفية فصل هذه القوات وكيفية إقناع هذه قوات الدعم السريع التي يعني اتخذت من وجودها في المناطق المدنية استراتيجية للحرب يعني منذ بداية هذه الحرب. لا بد أن تكون هنالك تفاصيل واضحة في كيفية الفصل، وهل هذا الاتفاق يعني قوات الدعم السريع هل تم الجلوس والتفاوض حول هذه الإجراءات يعني تتم، والاتفاق على آليات نفسها تتم في مفاوضات سلام يعني في مائدة للتفاوض، حتى لو فرضنا أنها لن تناقش قضية يعني القضية السياسية أو الحل السياسي، ولكن الآن الشيء المهم هو إيقاف هذه الحرب وإيقاف الاقتتال الدائر الآن، يعني في ظل حديثي معك هنالك معارك دائرة. يعني أعتقد حتى يعني الطرح الذي طرحه يعني السيد مالك عقار وأنه التقى بنساء ضد الحرب، نساء ضد الحرب أنفسهن يعني هنالك لقب في وسائل التواصل الاجتماعي بأنهن يعني رؤيتهن مختلفة عن رؤية الطرفان اللذان يقتتلان، يعني ليس هنالك مجال للتلاقي نفسه، ولكن هذه محاولة. أفتكر إنه مواقف دائما يعني السيد عقار مواقف رمادية، يحاول أن يرمي يعني حجر في البركة لتتحرك، ولكن هذه الحركة ما لم تكن يعني متبعة بإجراءات وبآلية وكيفية يعني فصل هذه القوات، وهل الطرفان لديهما الاستعداد التام ولا ماذا لا في ظل مراوغة المجتمع الدولي والحديث عن يعني كل يضع شروط قد تكون للطرف الآخر التعجيزية. دائما في عمليات السلام يتحدث الشخص عن الأشياء الممكنة التي من شأنها أولا توقف الحرب، يعني توقف أصوات البنادق والقصف بالطيران ومسيرات الطائرات، هذا هو الذي ينبغي أن يتحدث عنه مالك عقار، ولكن أن يرمي هذا الحديث عن الهواء يعني على الهواء الطلق هكذا، لا أحد يفهم كيف يتم هذا. يعني وإذا كان بهذه السهولة لما امتدت هذه الحرب الأربعة أشهر؟ يعني سيدة فاطمة ذكرت بأن هذا المقترح من السيد عقار هو تغيير فقط بالألفاظ ولا جديد في ربما لب الطرح، ولكن هناك شيء جديد وهو طرح فكرة أن يكون الدعم السريع كحزب مشارك في العملية السياسية على غرار كما ذكر في الأنباء غرار حزب الله في لبنان. إلى أي حد من الممكن هذا المقترح وهذه الخطوة أن تغير فعليا في المشهد في السودان، سواء في إنهاء الصراع أو في الذهاب إلى الحل السياسي؟ أولا سيدتي يعني لا يمكن أن احنا نقعد نطبق يعني نماذج حزب الله ولا غيرها في السودان، نحن نتحدث عن سودان ديمقراطي مدني بلا عسكرة، بلا يعني ميليشيات، بلا الجيش يعود إلى السكنات، نحن نتحدث عن إيقاف هذه الحرب ومن ثم هنالك محاسبة. هل يعتقد يعني طرفاء الحرب سيتركا كده على الهواء الطلق بعد هذه المعارك يعني الضحايا والدمار الذي حدث بدون محاسبة لهذه الحرب؟ هناك محاسبة للانقلاب الذي حدث في 25 أكتوبر، هنالك محاسبة لهذه الحرب. لا نتحدث لماذا نحن نظل نرمم يعني في البناء المتهالك في السودان. نحن نحتاج إلى سودان جديد، سودان نقر فيه مبدأ المحاسبة لطرفي الحرب. هذه هي مسألة أن يعني توقف هذه الحرب وأن تكون فقط أن يدفع الشعب السوداني فاتورة عسكرة الحياة السياسية، بأن نتحدث عن هنالك حزب سياسي مثلا بقيادة الدعم السريع، ولا هنالك يعني تعود إلينا واجهة المؤتمر الوطني. لا، نحن نحتاج إلى سودان جديد فيه ديمقراطية، حتى الذين يؤسسوا هذه الحياة السياسية لا ينبغي أن يكون لديهم أيديهم ملطخة بدماء الشعب السوداني. كل من تلطخت أيديه بدماء الشعب السوداني يجب أن يذهب للمحاسبة
وبعد أن تتم محاسبته ويعني وينال العقوبة التي يستحقها إذا أراد أن يعود إلى الحياة السياسية أن يعود للحياة السياسية. من واشنطن كنت معنا الصحفية السودانية فاطمة غزالي، شكرا جزيلا لك. نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل. بعد تحذيرات خليجية، وزير الداخلية اللبناني يطمئن أصدقاء لبنان ويؤكد عدم تقبل التفلت الأمني. يبدو كذلك، لا شيء يختلف، انتظار، انشغال وسكون. كانت لحظة تسبق الخبر بقليل، ثم يبدأ حدث يؤثر على حياة الناس. تفاصيل تختلف، قصص تتشابه، ويبقى الإنسان محور الحدث. يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. أهلا بكم من جديد. وصل أكثر من 3000 بحار وجندي أمريكي إلى الشرق الأوسط بحسب ما أعلن الأسطول الخامس الأمريكي اليوم. وصول الجنود الأمريكيين يأتي ضمن خطة كان قد أعلن عنها البنتاغون سابقا. وقال الأسطول الخامس في بيان إن سفينة هجوم برمائية وسفينة إنزال وصلتا إلى البحر الأحمر لتوفير أصول جوية وبحرية إضافية للمنطقة. وتشمل منطقة عمليات الأسطول الخامس ما يقرب من 2.5 مليون ميل مربع في البحر الأحمر، وتضم الخليج وخليج عمان والبحر الأحمر، وتضم أيضا أجزاء من المحيط الهندي ومضيقي هرمز وباب المندب. نقل موقع ولا الإسرائيلي عن مسؤولين أمنيين قولهم إن الجيش الإسرائيلي يعتزم توسيع عملياته العسكرية في الضفة الغربية، وسيركز على تحييد مقاتلي جنين على غرار السيناريو الذي تعامل به مع عرين الأسود في نابلس، في إشارة إلى عمليات الاغتيال. وبحسب الموقع فإن هذه العمليات قد تستمر عدة أشهر للقضاء على أهدافها التي لا تزال موجودة في المخيم بعد العملية الإسرائيلية الأخيرة. وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مدينة جنين فجر اليوم واعتقلت مطلوبا، كما اعتقلت 16 فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث دارت مواجهات واشتباكات مسلحة خلال عمليات الاعتقال. إنهاء المساعدات العسكرية لإسرائيل لم يعد محظورا في الإعلام الأمريكي كما يبدو بحسب ما ذكرت صحيفة هارتس الإسرائيلية. فإن قناة PBS الأمريكية تطرقت ولأول مرة عن حاجة واشنطن لقطع المساعدات العسكرية الأمريكية عن إسرائيل. وكتبت الصحيفة أن هذا الموضوع تتم مناقشته على نحو متزايد في واشنطن بعد أن كانت المساعدات لإسرائيل موضع إجماع تام. فالمساعدة العسكرية الأمريكية السنوية لإسرائيل تقدر ب 3.8 مليار دولار،
وفقا لمذكرة تفاهم توصل إليها الطرفان عام 2016. وكان السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل مارتن أنديك قد أيد في مقابلة مع نيويورك تايمز دعمه فكرة وقف المساعدات عن إسرائيل. هذا ووجه جمهوريون دعوات للحزب الجمهوري للضغط على إسرائيل من خلال المساعدات العسكرية، وذلك لردعها عن التقرب أكثر من الصين. يذكر أن مذكرة التعاون تنتهي في عام 2026، حيث قدر مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون أن يكون التوصل إلى صيغة اتفاق جديدة حول المساعدات أصعب وأكثر تعقيداً من السابق. من واشنطن ينضم إلينا الدكتور عقيل عباس، الخبير في الشؤون السياسية الأمريكية. أهلاً ومرحباً بك معنا. بداية سيد عقيل، هل من الممكن فعلياً أن تقوم الولايات المتحدة بهذه الخطوة بما يخص المساعدات العسكرية؟ وفي حال حدوثها، هل هذا تغير جذري بشكل المعادلة ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل؟ شكراً على هذه الاستضافة. أولاً، لن يكون هذا تحولاً جذرياً، بمعنى التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، الحفاظ عليه سيبقى. هذا التزام منذ بداية الستينات ويمر عبر كل الإدارات، وحتى النقاش الحالي هو لا يصل إلى هذه النقطة. ما يمكن أن يحصل ليس على المدى القريب المباشر، ربما على المدى المتوسط، تقليل هذه المساعدة العسكرية. وهذه المساعدة العسكرية هي حقيقة يعني أموال تعطي أو لا تعطيها حتى الولايات المتحدة، هي أموال أمريكية تشتري بها إسرائيل أسلحة أمريكية. يعني خلاصة القول هو هذا. الموضوع يتعلق برسالة سياسية مهمة، أنه الدعم الأمريكي ليس دعما مفتوحا وغير مشروط، وهذا تدخل فيه عوامل عديدة، من ضمنها يعني ذهاب الحكم في إسرائيل بشكل متتابع إلى قوى أقصى اليمين، تقويضها للنظام المحاكم، خطاب عدائي نحو الولايات المتحدة، يعني مجموعة أشياء، وأيضا خروقات حقوق الإنسان في الضفة الغربية. هذه يعني نقلت النقاش الأمريكي بخصوص إسرائيل إلى منطقة في السابق لم يكن هذا النقاش يستطيع الوصول إليها، وهذه واحدة من نتائجه، الحديث عن إمكانية قطع المساعدات العسكرية الأمريكية عن إسرائيل. وماذا عن موضوع التقارب ما بين إسرائيل والصين؟ وبما أن ربما جئنا في الحديث على هذه النقطة، بأنه قد تكون هذه الخطوة أو التلويح فيها من قبل واشنطن بما يخص ربما كبح أي محاولات أو تقارب أو ميول إسرائيلية إلى الصين. يعني لا أتصور أنه الولايات المتحدة ستلجأ لقطع المساعدات عن إسرائيل بسبب الصين. هذا ملف يتم التعاطي معه في سياق مختلف، في سياق سياسي. يعني الولايات المتحدة تستطيع أن تؤثر على السياسة الخارجية الإسرائيلية، ولن تصل إلى قضية المساعدات العسكرية. أعتقد موضوع المساعدات العسكرية هو إلى حد كبير، يعني هناك إحساس في داخل إسرائيل خصوصا مع ذهاب يعني السياسة نحو اليمين أكثر وأكثر، ومحاولة إحباط الذي يحصل عمليا على الأرض هو محاولة إحباط حل الدولتين الذي تتبناه الولايات المتحدة رسميا وتدفع نحوه. في العادة إسرائيل كانت تتذرع بقضايا الأمن، أنه حماس، منظمات أخرى تقوم بعمليات إرهابية، وهؤلاء ليس لدينا شريك، إلى آخره إلى آخره. لكن حتى مع تراجع هذه العمليات، تراجعت إلى حد كبير ومهم، الجهد الإسرائيلي ذاهب نحو تقويض فكرة الدولتين، وهذا يغضب الكثير من الساسة في الولايات المتحدة. ثم جاء أعتقد هاي عملية الإصلاحات، ما تسميها حكومة بنيامين نتنياهو، تقويض المعنى الديمقراطي لإسرائيل. الولايات المتحدة تتعاطف مع إسرائيل وتروج لها في العالم، وخصوصا في العالم العربي، على أنها مثال للديمقراطية في منطقة يشوبها ويهيمن عليها الاستبداد، وإذا الآن نرى أنه تذهب نحو الاستبداد. أعتقد هذه النقطة الأخيرة أثرت كثيرا ودفعت النقاش، يعني مثل القشة التي قصمت ظهر البعير، جعلت هذا النقاش علنيا. كان هناك دائما نقاش بخصوص التجاوز على حقوق الفلسطينيين، أعضاء في الكونغرس 16 يعني عضو قبل
شهرين أو ثلاثة من معظم من الحزب الديمقراطي، يعني دعوا إلى أنه النقاش مساعدات أمريكا لإسرائيل إيقافها إلى أنه أو عدم استخدامها في إيذاء الفلسطينيين الأطفال بالذات. يعني كان هناك سياق بهذا الصدد، وبعض المنظمات الداعمة لإسرائيل حتى كانت تؤيد هذا النقاش مثل جي ستريت، لكنه أي باك واقف على الاتجاه الآخر. فأقصد أنه يعني حزمة أشياء تأتي سوية تصل إلى لحظة التشكيك بهذا الدعم غير المشروط، وبتصوري هذه رسالة صحية وصحيحة تحتاج أن تسمعها إسرائيل. ربما سيد عقيل البعض من المشاهدين أو العامة ليسوا مختصين كثيرا في الأمور السياسية والقوانين الدولية، هناك من يعتقد أنه إذا ما استمرت إسرائيل أو حكومة اليمين بهذا النهج قد ترفع الولايات المتحدة يدها عن الدعم المطلق الذي كان أو كانت توليه لإسرائيل. هل هذا ممكنا بأي شكل من الأشكال أن يحدث؟ أنا أعتقد السيناريو الوحيد الممكن يقترب من هذا لكن لم يحدث يعني على هذا النحو هو إذا تحولت إسرائيل فعلا إلى دولة فصل عنصري، وهناك يعني ذهاب بهذا الاتجاه، هناك اتهامات لكنه الأمور لن تصل هنا. علينا أن نتذكر موقف الولايات المتحدة من الفصل العنصري الذي كان في جنوب أفريقيا. الولايات المتحدة وبريطانيا كان آخر دولتين رفعتا يدهما عن نظام جنوب أفريقيا، وهذا كان حاسما وأساسيا في إلغاء الفصل العنصري. هناك حركة واسعة في الغرب، هناك تعاطف كبير في الغرب مع الفلسطينيين بخصوص أنه إسرائيل ذاهبة نحو هذه المزيد من الإجراءات التمييزية، قد تحول إسرائيل إلى دولة فصل عنصري. إذا وصلنا إلى تلك النقطة أعتقد ستخسر إسرائيل كثيرا في الولايات المتحدة، كثيرا وكثيرا جدا. لكن الالتزام الأمني أعتقد لن يتم التراجع عنه. من واشنطن كنت معنا الدكتور عقيل عباس الخبير في الشؤون السياسية الأمريكية، شكرا جزيلا لك. أفاد مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن بأن القصف الإسرائيلي على محيط دمشق أسفر عن مقتل 6 عسكريين، من بينهم 4 من قوات الجيش السوري و2 من ميليشيات إيران. عبد الرحمن أكد أن القصف استهدف مستودعات ومواقع تابعة. الخسائر البشرية 4 من الجنسية السورية أو من العسكريين السوريين، بينهم ضابط على الأقل، وأيضا المتبقين هم 7 ضباط بسلاح الصواريخ بكتيبة، يعني يوجد فيها مستودعات لحزب الله اللبناني أو دعني نقول لميليشيا إيران حقيقة الأمر، تقع في شمال مدينة دمشق. تم تدمير المستودعات بشكل كامل نتيجة الاستهداف الإسرائيلي. مدير المرصد تساءل عبر الحدث عما إذا كانت الأراضي السورية قد أصبحت إيرانية كي تحوي على مئات مستودعات الصواريخ التابعة للميليشيات الإيرانية ولحزب الله اللبناني. المفارقة، هل سوريا باتت أراضي إيرانية كي تخزن فيها إيران مئات المستودعات للصواريخ التابعة لحزب الله اللبناني، والحزب الله هو جزء من الجيش العربي السوري بين مزدوجين؟ لذلك أقول بأن المعضلة كبيرة. حزب الله، لم نشاهد صاروخ واحد من حزب الله استهدف الجولان المحتل أو القوات الإسرائيلية في الجولان المحتل، لا نريد نقول العمق الإسرائيلي، من داخل الأراضي السورية. لماذا عشرات آلاف المقاتلين التابعين لإيران داخل الأراضي السورية، ولماذا حزب الله يستخدم الأراضي السورية لتخزين سلاحه ويكون ذريعة لتدمير الأراضي السورية؟ نشرتنا مستمرة وفيها بعض الفاصل. تونس تقول إن من منظمة إجرامية من 16 شخصا بينهم وسيط في إيطاليا خلف تنظيم الهجرة غير النظامية.
تبعات إقرار الموازنة المالية العراقية. هل يعقل أنه في بلد مثل العراق نسبة الفقر أكثر من 50% من السكان؟ هذه الميليشيات لا تخرج عن إطار هذه القوى المتنفذة بالعراق. هل هذا يعني استمرار أزمة أربيل وبغداد المتعلقة بالموازنة؟ الإقليم يجب التعامل معه ككيان موحد مستقل. هناك أخطاء كثيرة في هذا الدستور. ما هي المهام المناطة لقوات الجيش بالنسبة للحدود؟ هل يمكن لهذه الميليشيات أن تخرق سرايا السلام وتخرق التيار الصدري؟ بؤرة للدواعش في هذا المخيم ونقطة قلق بالنسبة للعراق. جماعة كتائب حزب الله باتوا الآن خارج هذا الإطار. ما الذي تعنيه هذه الخطوة أن يكون هناك ميليشيات جديدة؟ الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل وقت حدث يغير شيئاً ما في حياة أناس، في قرارات قادة، وفي مصائر دول، لأن لكل خبر تداعياته. تابع الحدث في مكانه وزمانه. أهلا بكم من جديد. أفاد مراسل الحدث بوصول أعضاء مجلس النواب الليبي من غرب وجنوب البلاد إلى مدينة بنغازي للمشاركة في الجلسة الرسمية التي دعا لها رئيس المجلس عقيل صالح. ومن المقرر أن تبحث الجلسة ملف القوانين الانتخابية ومخرجات لجنة 6+6 بين النواب والدولة وتضمين ملاحظات مجلس النواب عليها قبل أن يتم إقرارها. وكان مجلس الدولة قد صوت في وقت سابق على قبول مبدئي للمسار التنفيذي لخارطة الطريق المقترحة من رئيسي مجلس النواب والدولة في انتظار اعتماد المجلسين لمخرجات لجنة 6+6 المتعلقة بقوانين الانتخابات. ومن مجلس النواب إلى مجلس الدولة، فبعد أن تم الإعلان عن تولي محمد تكالى رئيساً للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا خلفاً لخالد المشري، حذر بعض المراقبين من دخول ليبيا جموداً تشريعياً بسبب تشدد الرئيس الجديد ونائبه فيما يخص مخرجات لجنة القوانين الانتخابية. موقع اندبندنت وفي تقرير له رأى أن قسماً من الشارع الليبي رأى في خسارة المشري دوراً لرئيس الحكومة الوطنية عبد الحميد دبيبة وبدعم تركي. قسم آخر ودائماً وفق الموقع تخوف من عودة المشاورات السياسية للمربع الأول، خصوصاً أن رئيس البرلمان عقيل صالح بات وحيداً بعد خسارة حليفه من القطب الغربي انتخابات مجلس الدولة. التقرير ينقل عن أحد الباحثين في الشأن الليبي أن هذا الحدث الانتخابي يأتي خدمة لمصالح دولية عليا وعلى رأسها المصالح التركية، وتلك المصالح كانت قد تصادمت مؤخرا مع المشري بسبب ثباته على مبدأ دعم مخرجات اللجنة النيابية المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية والتي تتألف من 6 أعضاء من مجلس النواب شرق البلاد و6 أعضاء من مجلس الدولة غرب البلاد. تغيير المشري وراءه بصمات تركية، يقول باحث لموقع اندبندنت مذكرا أن التفاهمات بين المشري وصالح كانت تصب في اتجاه تعيينات حكومية ثالثة في مقابل إقصاء حكومة دبيبة من المشهد السياسي. وبالعودة إلى مخرجات لجنة القوانين الانتخابية التي يعارضها تكالى، فإن نائبه الأول المنتخب أمس مسعود عبيد يرفضها أيضا، ما يعني أن ليبيا ستكون أمام صدام سياسي جديد بين المجلسين. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من بنغازي الكاتب السياسي الليبي أحمد أبو عرقوب. أهلا ومرحبا بك معنا سيد أحمد. هل فعلا ليبيا باتت قريبة من العودة إلى المربع الأول بعد هذه التغييرات، تغيير المشري وإحلال وجوه جديدة ليست ربما على وفاق كما كان المشري وصالح؟ مساء الخير، تحية طيبة ليك ولكافة المشاهدين الكرام. أعتقد أن التغيير الجوهري في أن السيد خالد المشري كان مندفع بقوة في اتجاه تشكيل حكومة جديدة تحل محل حكومة
عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية، وأيضا الحكومة الليبية الشرعية التي لم تمكن من العمل في طرابلس بهدف يعني إيجاد حكومة توافقية تكون موحدة وتكون تستطيع العمل من داخل في كامل الأراضي الليبية. ولكن أعتقد بأن السيد محمد تكالا المدعوم من عبد الحميد الدبيبة ومدعوم من الحكومة منتهية الولاية أعتقد بأنه سوف يدعم فكرة توحيد ودمج الحكومتين بهدف استمرار عبد الحميد الدبيبة على رأس السلطة التنفيذية مع منح حقائب وزارية للمناوئين للسيد عبد الحميد الدبيبة من خلال التفاهمات مع القيادة العامة للجيش وأيضا مع مجلس النواب. ولكن في اعتقادي وحسب المعلومات التي يعني وردت إلي بأن على مستوى القيادة العامة للجيش في شرق البلاد وعلى مستوى مجلس النواب رافضين لفكرة توحيد الحكومتين واستمرار عبد الحميد الدبيبة، ومصرين على إيجاد حكومة جديدة برئيس حكومة جديد، وأيضا تكون حكومة تشرف فعليا على الانتخابات بهدف رشف للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. السيد محمد تكالا فيما يخص مخرجات 6+6 أو حتى التعديل 13 كان جزء من هذه التوافقات، فبالتالي أعتقد أن هناك صعوبة في انقلابه على هذه التوافقات باعتبار أنه كان جزء منها، ولكن هو جاء لكي يدعم فكرة توحيد الحكومتين ودمج الحكومتين بهدف الوصول إلى حكومة موحدة يكون على رأسها عبد الحميد الدبيبة الذي دعمه في الإطاحة في خان المشري، وبهذا يكون عبد الحميد الدبيبة قد تخلص من خصومة السياسيين، تخلص من خالد المشري الضغط الذي كان يطالب بحكومة جديدة من داخل طرابلس، وبالتالي أصبح السيد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة منتهية الولاية. نستطيع الآن القول بأنه سيطر على الخطاب السياسي في الغرب الليبي. نعم سيد. سيد أحمد، ماذا عن الاجتماع، اجتماع مجلس النواب والجلسة النيابية التي من المقرر أن تبحث مخرجات لجنة 6+6 بشأن الانتخابات؟ هل من معلومات لديك حول هذه ربما الجلسة، وهل بالفعل من الممكن التغيير؟ اللجنة يعني اجتماع مجلس النواب حول مخرجات 6+6 خرجت في توصيات في جلسة سابقة وحيلت ورفعت لمجلس الدولة، ولكن الآن يعني حسب ما ورد من أخبار من بعض النواب بأن هناك يعني ما زال مسألة خلافية حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية وحول مسألة انتخاب الرئيس. إلى الآن لا يوجد توافق داخل مجلس النواب، وأعتقد أن الجلسة رفعت يعني إلى يوم الغد، فبالتالي عدم التوافق من مجلس النواب حول شروط الترشح يعني وحول الذهاب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية هو العادة التي يعني تمدرت منذ أكثر من 8 سنوات. يعني مجلس النواب مجلس الدولة لم يصدر أي قانون قابل للتطبيق فيما يخص الانتخابات خلال طول السنوات الماضية حوالي 8 سنوات أو 9 سنوات، فبالتالي أعتقد بأن هذه المرة أيضا سوف يفشل المجلسين في إصدار قوانين انتخابية يعني تكون قابلة عملية وقابلة للتطبيق تقود فعليا للانتخابات. يظل بتيلي عبد الله بتيلي والولايات المتحدة للدعم في ليبيا تراقب الوضع، وهي يعني أعلنت أكثر من مرة في حال أن فشل المجلسين في وضع قاعدة دستورية وقوانين انتخابات قابلين للتطبيق فإن البعثة سوف تتدخل من خلال تشكيل لجنة رفيعة المستوى بهدف وضع قاعدة دستورية وقوانين انتخابات قابلين للتطبيق. وهنا نضع يعني قوسين على قابلين للتطبيق، بمعنى أن المواد والنصوص القانونية غير ملغمة وتسمح فعليا بالذهاب للانتخابات، وأبرز يعني المواد الخلافية بين المبعوث الأممي وبين مجلسي النواب والدولة هي عملية فصل الانتخابات الرئاسية على الانتخابات البرلمانية، بمعنى أن إذا فشل إجراء الانتخابات الرئاسية يستمر العمل في مجال الانتخابات البرلمانية التشريعية بغرفتين مجلس الشيوخ. نعم، مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجلسين مجلس الدولة مجلس النواب يصرون على أن
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تكون متزامنة يعني. شكرا جزيلا لك من بنغازي، كنت معنا عبر الهاتف. نعم. الكاتب السياسي الليبي أحمد أبو عرقوب، شكرا جزيلا لك سيد أحمد. كشف المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي عن وجود تنظيم إجرامي ينشط في تنسيق عمليات الهجرة غير النظامية في البلاد، وبحسب المصدر ذاته فإن هذه المجموعة تتكون من 16 شخصا بينهم وسيط رئيسي مقيم في إيطاليا. ويأتي هذا الكشف بالتزامن مع إعلان السلطات التونسية انتشال جثث لمهاجرين غير نظاميين إثر غرق مركبهم قبالة السواحل الشرقية للبلاد. وكان خفر السواحل التونسي أنقذ منذ بداية العام إلى نهاية يوليو أكثر من 15,000 مهاجر غير نظامي قبالة السواحل التونسية، معظمهم من بلدان أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء. وفي مشهد بات متكررا في سواحل مدينة صفاقس التونسية، المئات من المهاجرين غير الشرعيين غادروا في رحلة هجرة نحو أوروبا لتغرق مراكبهم. وبحسب أرقام الداخلية التونسية، انتشل خفر السواحل التونسي 901 جثة لمهاجرين غرقوا قبالة السواحل التونسية منذ بداية العام الجاري. وبحسب الداخلية التونسية، من بين 900 جثة عثر عليها هناك بينهم 36 تونسيا و267 مهاجرا أجنبيا، بينما لم يتم التعرف على هوية الجثث المتبقية. وتصل أعداد غير مسبوقة من المهاجرين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء، حيث يتخذون من السواحل التونسية نقطة انطلاق نحو أوروبا هربا من الفقر والصراع في أفريقيا والشرق الأوسط على متن قوارب متهالكة يديرها مهربون. وكشفت بيانات رسمية وصول نحو 75,000 مهاجر غير نظامي إلى إيطاليا حتى تاريخ 14 من يوليو الماضي، وهو ارتفاع هائل مقارنة ب 31,920 مهاجرا غير نظامي لنفس الفترة من العام الماضي، أكثر من نصفهم انطلقوا من تونس. من المنطقة الحدودية الفاصلة بين تونس وليبيا بالقرب من رأس جدير تنضم إلينا الصحفية نسرين حمداوي. أهلا ومرحبا بك معنا نسرين. نسرين، كيف يبدو لك المشهد الآن في هذه المنطقة الحدودية؟ ما الذي من الممكن أن نرصده هناك؟ نعم، الجديد هنا أن خيمة للهلال الأحمر التونسي انتصبت منذ صباح اليوم في هذا المكان. منذ قليل، منذ لحظات قليلة، غادرت سيارة إسعاف على متنها 13 مهاجر غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بعضهم من سيراليون ومالي وجنسيات أخرى. 3 منهم أطفال غادروا في اتجاه مصحات ومستشفيات محافظة مدنين الحدودية بعدما تطلبت حالتهم الصحية النقل إلى المستشفيات، وذلك بعد أن عاينهم طبيب تابع للهلال الأحمر التونسي. أيضا الجديد في هذا المكان أن حوالي 115 مهاجر عبروا عن رغبتهم في العودة طوعيا إلى بلدانهم، وقاموا بالتسجيل في قائمة تعدها الهلال الأحمر التونسي للتنسيق بعد ذلك مع السلطات الرسمية التونسية لنقلهم إلى بلدانهم بعد أن عبروا عن ذلك طوعيا. نشير أيضا إلى أنه حوالي 1100 مهاجر من إفريقيا جنوب الصحراء غادروا تونس طوعيا منذ بداية هذا العام وإلى غاية شهر يوليو الماضي. هنا الوضعية تبدو سيئة باعتبار الظروف الإنسانية، هنا منطقة صحراوية وعرة وصعبة على المهاجرين، يقولون أنهم هنا يبيتون في العراء رغم محاولات الهلال الأحمر التونسي لتوفير الماء والغذاء، لكن يقولون أن هذه الكميات غير كافية باعتبار الإمكانيات المحدودة للهلال الأحمر التونسي. لكن هنالك مجهودات في الحقيقة كنا رصدناها خلال هذا اليوم، منذ صباح اليوم في الحقيقة عيادات طبية ومساعدات غذائية تصل منذ ساعات إلى هنا لمساعدة هؤلاء المهاجرين القابعين في الحقيقة منذ ما يقارب الشهرين. بعضهم يقول أنه هنا منذ شهر ونصف وصل إلى هنا مشيا عن طريق الصحراء الليبية، وبعضهم أيضا يقول أنه قدم من الجزائر إلى هنا، وبالتالي الوضعية يبدو أنها قد تتحسن من وقت إلى آخر بسبب رغبتهم في العودة طوعيا بعد ما ذقوه وما عاشوه من صعوبات خلال الأسابيع الماضية في هذا المكان. نعم،
نسرين، كان هناك حديث وتصريح للحرس الوطني التونسي أن هناك مجموعة أو منظمة ربما هي من تقوم بتنظيم هذه العمليات، عمليات الهجرة غير النظامية. هل تم الحديث مع هؤلاء المهاجرين هناك؟ من نظم لهم هذه الرحلات؟ من قام بتقديم الوعود لهم؟ نعم بالفعل، كل المهاجرين دون استثناء عندما نتحدث إليهم يقولون أنهم دفعوا الأموال مقابل عبورهم إلى التراب التونسي، وذلك بغاية التحول نحو الفضاء الأوروبي. يقولون أنه أن منظمي هذه الرحلات المتاجرين بالبشر يتقاضون حوالي 300 دولار للشخص الواحد مقابل تمكينهم من الدخول التراب التونسي، سواء عبر الصحراء من ليبيا أو من الجزائر. بعد ذلك هنالك وسطاء أيضا داخل التراب التونسي، بعضهم من جنسيات تونسية، يؤكدون لهم أنه يمكنهم العبور عبر قوارب هجرة غير نظامية من السواحل التونسية في اتجاه أوروبا، تحديدا إيطاليا. يقولون أنهم دفعوا أموال كثيرة واشتغلوا داخل ليبيا بطريقة غير نظامية لجمع الأموال. بعضهم يقول أنه تسلم أنه جمع الأموال في بلاده قبل العبور هنا، لأنه يعرف أن هنالك وسطاء سيستغلونه بغاية إدخاله إلى التراب التونسي ومن ثم الهجرة نحو أوروبا. من المنطقة الحدودية الفاصلة بين تونس وليبيا بالقرب من رأس جدير كنت معنا الصحفية نسرين حمداوي، شكرا جزيلا لك نسرين. وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني حقل الدر النفطي بالمسألة الفنية والقانونية، وعلى ذلك أكد على حقوق طهران فيما يتعلق بهذا الحقل النفطي، مشيرا إلى استعدادهم لبحث ذلك مع الجانب الكويتي في علاقات الجوار معها. في مجال آخر قال كنعاني إن جزءا من مستحقات الغاز لدى العراق سددت ونقلت لدولة ثالثة. وكان رئيس الوزراء العراقي قال مؤخرا إن وفدا من البنك المركزي والمصرف العراقي للتجارة سافروا إلى سلطنة عمان للاتفاق على صيغة لتحويل أموال مستحقات الغاز الإيرانية إلى السلطنة بالاتفاق مع وزارة الخزانة الأمريكية. نفى وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي تكون دعوة السفارات لرعاياها في لبنان إلى المغادرة أن تهدف للتأثير على السياحة في لبنان كما ادعت بعض الجهات. كلام المولوي جاء في مؤتمر صحفي مؤكدا أن لبنان يحافظ على أمن وسلامة مواطني كافة الدول العربية، وأن هناك تواصلا مستمرا مع سفارات بلادهم للحرص على سلامتهم. نحن منأكد لسفارات الدول العربية الشقيقة وللرعايا العرب أنه نحن منحافظ على أمنهم حفاظنا على أمن اللبنانيين، ونحن ما عندنا شك أبداً أنه الدول العربية الشقيقة تحب لبنان وتعمل لمصلحته، وليس كما حلى للبعض تصويره الدول العربية تحب لبنان، الدول العربية تشجع قيامة لبنان، الدول العربية تشجع السياحة بلبنان، وبالتالي كل الأصوات التي علت لتقول أن الدول العربية بتدابيرها ستؤثر بطريقة سيئة على السياحة هذا أمر غير صحيح، لأنه نحن تواصلنا مع السفارات الدول العربية بتأكد حرصهم كما حرصنا على مصلحة لبنان. ردمت وزارة الموارد المائية عدداً من بحيرات الأسماك قالت إنها غير مرخصة، ما أدى إلى قطع أرزاق عدد كبير من الصيادين وبائعي الأسماك بالإضافة إلى نفوق آلاف الأسماك. من قرية مليئة بالبحيرات إلى أرض قاحلة، هكذا بدت قرية ألب مصطفى بمحافظة بابل العراقية. عمر زياد مالك مزرعة أسماك على هذه الأرض، ردمت وزارة الموارد المائية بحيرته بدافع تقييد استخدام المياه، والسبب الجفاف. أزيد من 20 سنة نشتغل بهاي البحيرة، نطلع من عندها متاعنا ورزق العائلة وغيرها ومن هاي الأمور، وكذلك هم مشغلين بها الناس وإحنا عايشين على هاي. نفقت الأسماك وقطعت أرزاق آلاف العائلات. هاي البحيرات عايشة عليها طبعاً ما يقارب 1500 عائلة، بين مربي، بين عامل، بين وقود، جماعة الوقود، بين السواق الأجور يعني السيارات وغيرها. المزارعون اعتبروا ردم البحيرات قراراً جائراً، حيث لم تقدم الحكومة لهم بدائل لكسب الرزق. الصيادين تركوا العمل وراحوا لغير شغلات، يعني العمالة
هي ما في غيرها المر، يعني يقول لك انا اشتغل في بلاد ما بين النهرين. حلت البقع الجافة محل البرك التي راحت ضحية الردم والجفاف الذي ضرب العراق بسبب دول المنبع والتغير المناخي. يعني الخزين الاستراتيجي يعني من المياه بالعراق هو أقل خزين استراتيجي متحقق بتاريخ الدولة العراقية، ومن أقول تاريخ الدولة يعني منذ تشكيل الدولة العراقية الحديثة بمطلع العشرينات القرن الماضي. السلطات ألقت باللوم على 43 مليون عراقي، قالت إنهم يتحملون مسؤولية الجفاف بسبب ممارسات الري وكثافة استخدام المياه. رفاه السعد، الحدث. بهذا تنتهي النشرة، شكرا على المتابعة، أعود وألقاكم بعد ساعة من الآن، إلى اللقاء. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.